مرة أخرى أحييك يا دكتور فراس شعبه، وأنت الباحث الاقتصادي ضيف في صباحك مسك. تحية طيبة لكم. حياك الله دكتور شعبه. بداية يعني بدأت القصة يمكن مع موضوع الفائدة، رفع أو خفض سعر الفائدة، وهذا أثر بشكل ملحوظ على سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار. رجع ارتفع هلا مع الحكومة الجديدة، رجعوا رفعوا سعر الفائدة، لكن الأمر ما تغير، بالعكس اليوم عم نحكي عن اليورو بحيطان 30. ما الذي يحدث؟ طيب اليوم السياسات النقدية والسياسات الاقتصادية هي سياسات نوعا ما تحتاج إلى فترة من الزمن حتى تظهر أثارها. أنت اليوم تتحدث عن سياسات اقتصادية لدول وليس عن سياسات لشركات أو مؤسسات يمكن أن تظهر نتائج بسرعة. هذا أولا. الأمر الآخر، التذبذب في هذه السياسات والتغيير من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، هذا أيضا ساهم في عدم استقرار الاقتصاد وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية في داخل تركيا. وأيضا حالة معينة حدثت في السنوات السابقة أدت إلى خروج الأموال وهروب المستثمرين، أما لأسباب سياسية أو لأسباب اقتصادية. هذا بالمجمل انعكس على الوضع الاقتصادي التركي، وبدأت الليرة تعاني من مشاكل اقتصادية. اللي حدث فعليا انه بعد فتره الانتخابات كان هنالك توقعات، وساهمت مؤسسات ماليه عملاقه دوليه في رفع سقف التوقعات نتيجه تغيير في السياسه النقديه التركيه. والبعض كان يتحدث عن انه الفائده سوف ترتفع مباشره الى 25 و30%، وهذا رقم كبير جدا. هي سترتفع على كل حال. هنالك بعد يومين او ثلاثه اجتماع للمصرف المركزي سوف يرفع الفائده، والشهر القادم هنالك اجتماع. ولكن الحكومة التركية ارتأت أن تكون الارتفاع في أسعار الفائدة بشكل تتابعي على خطوات. هذا أدى إلى صدمة في الأسواق، وبالتالي لاحظنا بعد رفع أسعار الفائدة استمرت أسعار الدولار في الصعود، أسعار العملات في الصعود، وبالتالي هنا كان نوع من الإحباط لدى الأسواق أن السياسة النقدية التركية سوف تعود للأسلوب التقليدي، ولكن بخطوات نوعا ما يعني متصاعدة وليست دفعة كاملة، وهو ما أدى إلى عدم استقرار. اليوم المستثمرين والمتعاملين في الأسواق التركية قلقين، هل سوف نعود إلى مرحلة الدخول إلى أو يعني ما يسمى رأس المال السياسي، تدخل السلطة في الحياة الاقتصادية؟ هذا أمر اقتصاديا مرفوض، يشجع على تربح فئات على حساب فئات أخرى، ولا تكون الأسواق حرة. اليوم تركيا أقرت بالفريق الاقتصادي الجديد أنها سوف تعود للأساليب الاقتصادية التقليدية من خلال رفع أسعار الفائدة وضبط معدلات التضخم، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى يعني مفاعيل مترافقة، أيضا يحتاج إلى إعادة تنشيط القطاعات الاقتصادية، يحتاج إلى إعادة استثمار الأموال في المصارف، يحتاج إلى سحب المدخرات من الأفراد وتحويلها إلى استثمارات. بالمجمل الأمر يحتاج من 2 إلى 3 سنوات حتى فعليا نشهد أثر لهذه السياسة. أما اليوم بكبس الزر عندما نقول ارتفعت أسعار الفائدة يجب أن تحسن قيمة الليرة، هذا الأمر ليس بيستوي. يعني نأخذ مثال مريض يعاني من مرض شديد، لا يمكن خلال فترة أسبوع أو أسبوعين من خلال الأدوية أن يتشافى، الأمر يحتاج إلى فترة استشفاء، فترة قد تكون نوعا ما في الاقتصادية طويلة. هذا يرتبط أيضا بالعوامل السياسية والعوامل الاقتصادية الكلية التي تعيشها تركيا. دكتور شعبو، يعني الملاحظ أيضا تأثيرات السلبية تكون واضحة للعيان بسرعة، يعني تظهر، يعني تتأثر الليرة التركية بالانخفاض بشكل كبير، لكن يعني على موضوع التعافي تقول هذا ياخذ وقت طويل. لكن هناك بعض الاجراءات، يعني اليوم نحكي على موضوع ارتفاع الاسعار، ارتفاع الاسعار اصبح كبير، هناك تضخم في الاسواق حتى لا ننكر هذا الشيء، رفع الضريبه على القطاعات المختلفه ايضا، ما هو السبب؟ هل هو ايضا بسبب ما اسميته انت بمرض الليره التركيه؟ يعني رفع الضريبه هو امر متوقع، لان اليوم الحكومه التركيه لديها عجز ولديها مشكله، فكيف يمكن لنا حل هذا العجز؟ إما برفع الإيرادات الدولية وتخفيض النفقات. فلجأت الحكومة إلى رفع إيراداتها من خلال رفع الضرائب، رفع الرسوم الحكومية، رفع كل شيء يمكن أن يساهم في زيادة مداخيل الدولة حتى تستطيع الدولة الاستمرار. أيضا سوف نشاهد على الطرف المقابل
تخصيص في بعض النفقات الغير مهمة أو التي يمكن تأجيلها حتى يستتب الوضع. يعني أنت اليوم نحن في مرحلة استثنائية بالنسبة للاقتصاد التركي، معدلات التضخم مرتفعة، يحاول الاقتصاد التركي ضبط هذه المعدلات التضخم، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى كما ذكرت لك يحتاج إلى استخدام أدوات اقتصادية جديدة. الفائدة تسمى سياسة نقدية، ومعدلات الضريبة ومعدلات الإنفاق تسمى سياسة مالية. إذا يجب أن تكون السياسة المالية والسياسة النقدية متوافقتان حتى تستطيع الخروج ب يعني أفضل النتائج. طبعا أنا لا أقول لك أن هذا الأمر سوف يساهم في تحسن الليرة، لا، هذا أمر لابد من حتى تستطيع الحكومة التركية الاستمرار وتأمين احتياجات البلد وتأمين الحد الأدنى من القطع وتأمين أو سد العجز الموازني الحاصل في الليرة التركية. طيب الإجراءات الحكومية دكتور فراس اليوم من رفع الحد الأدنى للأجور، أيضا مثل ما كنا نحكي على موضوع رفع الضريبة، هل هذا دليل على أن الليرة لن تنخفض؟ يعني لن ستبقى الليرة على ما هي عليه؟ يعني إذا بقيت على هذا الرقم اللي ثبت عليه على الدولار كتر خير الله، هيك أنا بفهم من هذه السياسات الجديدة اللي عم بتصير. هلا للأسف يعني اليوم كلامك صحيح أنه اليوم لا يوجد مسعى لدى الحكومة لتخفيض سعر الصرف. يعني أفضل توقعات الحكومة هو استقرار سعر الصرف، يعني محاولة المحافظة على استقرار سعر الصرف قدر المستطاع. المشكلة في الاقتصاد ليست في مشكلة ارتفاع العملة أو انخفاضها، المشكلة هي استقرار سعر العملة. يعني يجب أن تكون العملة مستقرة حتى يستطيع التاجر والمتعامل. طيب شو الدلائل دكتور فراس؟ شو هي الدلائل حتى نقول اليوم أن العملة مستقرة؟ يعني العملة اليوم ثابتة، أمورها بخير. يعني هل تستطيع اليوم أستاذ الكريم أسعار الصرف متذبذبة؟ يعني دائما فترة صعود، فترة هبوط، فترة استقرار. عندما نقول أن العملة بدأت تستقر، هذا الأمر يحتاج إلى فترة طويلة، يحتاج إلى إعادة تنشيط المفاعل الاقتصادية، يحتاج إلى ضبط أسعار التضخم بشكل كبير جدا. اليوم التضخم في تركيا الذي يشاع هو 40%، ولكن فعليا حقيقة أعتقد الرقم أكثر من ذلك الكثير. إذا ما أخذنا أسعار العقارات وما أخذنا التضخم في قيمة أسعار الصرف وإلى ما هنالك، واليوم ظهرت زيادات في المحروقات، و هذا سوف ينعكس على الاقتصاد بشكل كلي. إذا تسعى الحكومة على إيجاد منطقة استقرار قد تكون لفترة سنة أو سنتين حتى يستطيع الاقتصاد التعافي وإعادة الانطلاق من جديد. ولكن للأسف في ظل هذه الأوضاع في المدى المنظور أنا بتكلم فقط، الليرة التركية سوف تستمر في الانخفاض، لا أقول بنفس السوية السابقة ونفس السرعة السابقة، ولكن لن تقف عند حاجز 26 ليرة، سوف تنطلق إلى يعني مستويات جديدة في القريب حتى تستطيع نوعا ما إيجاد التوازن أو نقطة التوازن التي عندها يستطيع الاقتصاد الاستقرار أو تستطيع الليرة الاستقرار وبالتالي الثبات في فترة معينة. نعم، البحث عن استثمارات اليوم الحكومة التركية دكتور فراس، وهذا ملف مرتبط أيضا بموضوع تذبذب الليرة التركية. اليوم الرئيس التركي موجود في دول في الخليج، وبالأمس كان لديه مؤتمر صحفي عقده قبل انطلاقه إلى جدة، تحدث على أن هذه الزيارة هي زيارة اقتصادية استثمارية. كيف برأيك ممكن تساهم هذه الصفقات؟ اليوم أبرمت عدة صفقات بالأمس في السعودية، الرئيس متجه الآن إلى قطر وبعدها إلى الإمارات، هل هذا ممكن يساعد بإنعاش الليرة التركية وإنعاش الاقتصاد التركي؟ في كل دول العالم تسعى هذه الدول لجذب استثمارات، جذب أموال. الحكومة التركية حسب التصريحات تحاول من خلال هذه الجولة جذب ما يقارب 25 مليار دولار من خلال الاستحواذ على جزء من شركات الدولة أو المساهمة في خطر بعض القطاعات الحكومية في الداخل التركي، أو إيجاد مرافق استثمارية مع امتيازات في المستثمرين العرب. بالتالي هذا أمر طبيعي، في كل الدول تسعى لإيجاد مناطق استثمارية، تسعى لإدخال جذب المستثمرين، جذب المصنعين، جذب التجار لمناطقها حتى تنتعش حالة اقتصادية. نعم، إذا أعيدت الأموال العربية، الأموال العربية في عام 2018 2019 و20 خرجت تماما، خاصة الإماراتية والسعودية، ولكنها لم تعود، يعني تحسنت الأوضاع السياسية ولكن لم تعود تلك الأموال إلى الداخل التركي. اليوم الرئيس التركي يحاول استعادة هذه الأموال، استعادة ضخ الاستثمارات. اليوم تحدث عن استثمارات حكومية، ولكن هذه الاستثمارات الحكومية قد يتبعها استثمارات فردية لأفراد، ما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات وبالتالي تحسين الحالة الاقتصادية. طبعا أنا لا أقول أن فقط دول الخليج
يجب ان يكون العمل على جميع الدول، الدول الاسيويه، الدول الاوروبيه، امريكا، الدول الافريقيه. يعني تركيا بحاجه الى جذب اكبر قدر من الاستثمارات حتى تساهم في انعاش الحاله الاقتصاديه وعوده الاقتصاد التركي وانعاش الليره التركيه مجددا. نعم، ولكن اساسا يعني هناك من يقول، انا لست من يدعم نظريه المؤامره، ولكن يقول هناك ان الليره التركيه هي مستهدفه اساسا. دكتور فراس، انتقل الى نقطه اخرى في هذا الحوار وهذه الدردشه معك حول الحمله الاخيره التي تستهدف المهاجرين غير الشرعيين بحسب الرئيس التركي، والحمله يعني كبيره حقيقه هنا في اسطنبول وفي عدد من الولايات والمدن الكبرى. اشتكى رؤوس او اشتكى اصحاب المصانع والمعامل من هذه الحمله لانها اثرت بشكل كبير على اليد العامله. برايك ما هي انعكاسات هذه الحمله فعليا ايضا على سوق العمل في تركيا؟ هذه حمله سياسيه بامتياز، يعني ليس لها اي مردود اقتصادي على مستوى الافراد او مستوى الافراد. يعني هي حمله يراد منها يعني امتصاص غضب الشارع التركي نتيجه حاله الهيجان التي حدثت في فتره ما قبل الانتخابات. ولكن فعليا اليوم العماله الاجنبيه او العماله المهاجره تساهم بشكل كبير جدا في يعني الانتاج المحلي الاجمالي. وهنالك دراسات للمصرف المركزي قدر ان نسبه مساهمه السوريين فقط يعني 0.5% من الناتج الاجمالي، وهي نسبه ليست بقليله، كبيره جدا. هذا الامر في عام 2021. نعم. ولكن المشكله ان هذه العماله غير محميه، يعني اليوم الصناعيين يدعون ويشتكون، ولكن هو الصناعي نفسه لا يؤمن الحد الادنى من الحمايه، لا يؤمن لهم التامين الصحي، لا يؤمن لهم شروط العمل النظاميه، وبالتالي هنالك خلل من الطرفين، خلل من الحكومه من خلال التساهل، وخلل من اصحاب المعامل من خلال عدم اعطاء العمال حقوقهم، وبالتالي هذا الامر يساهم في حاله من العدم الثقه ما بين الطرفين. صح اليوم في حال خرجت العماله السوريه او العماله المهاجره من حسابات التركيه سوف يساهم هذا الامر في خلخله الانتاج التركي. و الآن هناك يا دكتور فراس، الآن هناك بعض أصحاب الورش والمعامل بالفعل بدأوا يتذمرون من هذه الحملة. أنت تقول هي حملة سياسية، ولكن اليوم بما أن هناك تركيز على الاقتصاد، لماذا لم يتم مراعاة هذا الجانب؟ لماذا يعني اليوم الحملات تدخل إلى بعض الورش؟ يعني صراحة وسمعت أكثر من خبر أن الحملات دخلت إلى بعض المعامل، إلى بعض الورش، واصطحبت العمال الذين هم مخالفين. ألا يمكن أن يؤثر الوضع الاقتصادي على يعني دخول قرارات سياسية تحل مشاكل هؤلاء الناس؟ نعم، يعني هناك كان كثير من المطالبات في يعني حل مشاكل اللاجئين الاقتصادي. يعني اليوم لماذا تمنع اللاجئ من التنقل؟ ما دام هو لا يكلفك شيء، يعني دعوهم مثل أوروبا يا أخي، وين ما بده يشتغل، المهم هو أنت كدولة ما تتكلف عليه شيء، بالعكس انت عم تحول اللاجئ من عبء الى مورد. يعني تحويل اللاجئ من عبء الى مورد هو سياسه بحد ذاته. افضل ما يكون عندك عبء موجود في مناطق ما فيها عمل ويطلب مساعدات ويحتاج وقد ينخرط في اعمال غير شرعيه وغير اخلاقيه، فانت وقت عم تامله يعني الحد الادنى من شروط العمل وظروف العمل الجيده، فهو عم يتحول الى شخص منتج، شخص يساهم، شخص يحقق الحد الادنى من الدخل الذي يتيح له العيش بحياه كريمه. يعني انا بصراحه هنا عتب على اداره الهجره باتخاذ بعض السياسات الصارمه بحق اللاجئين. طبعا هذا الامر هم يدعون ان هنالك نسبه يجب ان تتوزع على المناطق، ولكن فعليا الثقل هو في تركيا، في اسطنبول، وفي بورصه، وفي يعني انقره، هذه او ازمير، هذه هي المدن الصناعيه الحقيقيه، المدن التي فيها عمل. اما المدن الاخرى المتناثره على الاطراف فهي مدن زراعيه امتياز، العمل فيها موسمي، وبالتالي الافراد لا يستطيعون او اللاجئين لا يستطيعون العيش في هكذا مناطق لان الدخل فيها يعني معدوم نوعا ما، او في الحد الادنى لا يمكن ان يؤمن الحد الادنى للمعيشه خاصه مع التضخم الحاصل. ماذا تتوقع دكتور فراس؟ الوقت عم يداهمني، ماذا تتوقع حول هذه الحمله؟ يعني كون انعكاسات الاقتصاديه كبيره على اصحاب المعامل والورش، وحدثت هناك صدامات حقيقه هنا في اسطنبول بين بقى اصحاب المعامل وبين هذه الحملات، رفضا لدخولهم الى هذه الورشات، رفضا لما تقوم به الحملات. يعني هل تتوقع ان هناك تغيير سيحدث؟ لا اتوقع، اعتقد ان الحملات ستستمر، يعني كما ذكرت لك والله منها سياسيه اكثر من اقتصاديه.
سوف تستمر، سوف هذا يساهم يعني في نوعا ما في تأثير على بعض الورش، ولكن الاقتصاد التركي اقتصاد يعني عملاق، لا يمكن لبضع آلاف أن يؤثروا على الاقتصاد وأن يساهم وأن يؤدي ذلك إلى يعني خلل في الاقتصاد. قد يساهم في تخفيض أو إبطاء عجلة الإنتاج مؤقتا، ولكن الاقتصاد التركي حقيقة يعني هو ليس واقف على 400 أو 500 ألف عامل سوري هم الذين يحركون الاقتصاد التركي. الاقتصاد التركي اقتصاد قوي، اقتصاد ناشئ، قد يؤثر فقدان العمالة، قد يساهم تنظيم هذه العمالة في رفع تكاليف هذه العمالة، ولكن على المدى المتوسط يستطيع الاقتصاد التركي تدارك هذا الأمر يعني وإحلال عمالة منظمة بشكل دوري. يعني قبل وجود السوريين كان الاقتصاد التركي موجود ولديه والشركات تعمل، بعد وجود السوريين زادت الإنتاجية وزادت القدرات ودخلت مهارات جديدة ودخلت صناعات جديدة بأفكار جديدة. يعني ما يسمى رأس المال الاجتماعي السوري أتى به، يعني أتى بمهنته، أتى بتجاره، أتى بمعارفه، أتى بزبائنه إلى السوق التركي. هذا الأمر صحيح ساهم في إنعاش حالة الاقتصادية التركية، ولكن أنا أستطيع القول أن السوريين واضح. أو اللاجئين هم الذين وضحت يعني سوف ينهضون بالاقتصاد التركي. وضحت الفكرة. يعني دائما دكتور فراس يؤكد مرة أخرى أنه أكثر شيء باله طويل به الحياة هو الاقتصاد. كثير شكرا لك دكتور فراس شعب والباحث، شكرا لحضورك معي. يعني ما شاء الله قديش باله طويل الاقتصاد، بكون طولوا بالكم يا جماعة.